رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني اعتبر خلال ندوة سياسية عبر تطبيق زوم بعنوان حركة أمل أساس مشروع المقاومة أن ما حصل من عدوان صهيوني على مناطق عدة في الجنوب يعبر عن طبيعة هذا الكيان القائم على العدوان والذي لا يرتدع بلغة الإدانة، فهو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة. الفوعاني دعا إلى تكافل وتضافر الجميع في هذه المرحلة الراهنة والخطيرة على مستوى ما نشهده من انهيارات اقتصادية واجتماعية وضرورة قيام الأجهزة المعنية بدورها لمنع الاحتكار وإذلال الناس وأفقارهم وتجويعهم عبر كارتلات الوكالات الحصرية. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي استغرب لجوء بعض وسائل الإعلام إلى سياسة تشويه وشيطنة القوى والأحزاب التي قاومت العدو الإسرائيلي وهزمته وصنعت للوطن عناوين عزته واستقلاله الحقيقي. وفي كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني أقامته حركة أمل وآل الدر وأهالي بلدة الخرايب لمناسبة مرور أسبوع على وفاة عميد آل الدر والد رئيس البلدية المرحوم علي أحمد الدر، شدد قبيسي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. يجب على الجميع أن يتحد في موقف وطني واحد ونلغي سياسة التعطيل ونوجد سقفا سياسيا لهذا الوطن بتشكيل حكومة يتم التفاهم عليها بأي شكل من الأشكال، إن كانت من اختصاصيين أو من غير اختصاصيين، بحزبيين أو بغير حزبيين. المواجهة الحقيقية أن تتفقوا وتتنازلوا وتشكلوا حكومة تواجه مافيات العملة وتواجه مافيات الدعم التي تسيطر على المواد الأساسية للمواطن. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم رأى أن ما حصل أمس على الحدود الجنوبية هو تأكيد على دور ووظيفة المقاومة، مشيرا إلى أن بعض المواقف التي لم تستسغ وضع حد لمغامرات العدو ومحاولات تغيير قواعد الاشتباك تثير الريبة. هاشم انتقد محاولة البعض الاصطياد في الماء العكر بعد الحادث العابر الذي حصل في بلدة شوية، مشيرا إلى الانتماء الوطني المقاوم لكل بلدات وقرى منطقة حصبية بكل انتماءاتها السياسية والاجتماعية. بدوره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله جدد التأكيد على موقف حركة أمل إلى الاستعجال بتشكيل الحكومة. كلام نصر الله جاء خلال استقباله وفودا شعبية في سحمر، حيث تطرق إلى التطورات الأخيرة على الحدود مع فلسطين وشدد على وجوب العمل من أجل وضع استراتيجية دفاعية تقوم على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.